الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمع اهتنهتن توبكيو أوليه بأقيتي منما أصول الثلاثة شرحي توعدي أساكو كنو هايتو الدرسي الدقيتي منما نهرسي أفر درسي لي بنادن تبريا رقو فردين تهتني مكي أفرا بينيه وأفر ما نهرستي العلم إنه نما هايتي العمل به إنه سدحايتي الدعوة إليه إنه فريهايتي الصبر على الأذى فيه إنه يي إنك هايتا العلم يا رجين مي العمل به اللتا متان ماي الدعوة إليه كادو فان دعوها سيحانه نيني يا رجي بريتيني اللتا متانه نيني ملي يلا فان سيحانه نيني ملي سيحانه نيني مي سدحايتي فريهايتي وهو ليصبرين ميه إنه سجنيه توهك دليلي تساكو درسي هنا اللي أنا منعه تنيه تنتوب قيو توف فرامك دليلي. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إيالي سبحانه وتعالى سورة العصر تمهاي تن إيالي سبحانه وتعالى يي. والدليل قوله تعالى أهك دليلي إي والعصر عصر الديب تيالي سبحانه وتعالى وهو الدهر يا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى أسك وقتي محل الحوادث من خير وشر خير تك شر تك يا تد تك اهتنيت وقتي يلي سبحانه وتعالى وقت الديب تاهي. إن الإنسان بنادا تبري لفي خسر خسارة هدت يني يلي سبحانه وتعالى يسو قرآنك الدلا بنادا تبري تك يا مكا خسارة هدت يني إلا مريكه راعهم إلا الذين مريكه راعهم مي آمنوا يمنه نهيا مريكه راعهم مي وعملوا الصالحات من تام تامته نهيا مريكه راعهم مي وتواصوا بالحق كاد حق الاتفريمه نهيا مريكه راعهم مي وتواصوا بالصبر صبر الاتفريمه نهيا مريكه راعهم مي بنادا تبر تكيا مكا خسارة هدتني تما أفر مرك لهمري إنك خسارة هدتني يلي سبحانه وتعالى يمنه نهي مراي من تام تامته نهي مراي حق التفريمه نهي مراي كادو صبر للتفريمه نهي مريكه راعهم ميا تمهك كلمري إن كه تكيا مكا خسارة هدتني نهي حسي اللي سبحانه وتعالى يسي قرآنك الدلاي أفر مرتني لو أمي ربي توعدي الشيخ ابن العثيمين يلي كاه رحمة إميا تمهنه برد عسيهنه وعدي قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع تما فأفرام ينهت ترتهتني الدليل اهتنمي قوله تعالى يلي مرحكني والعصر عصري والعصر أقسم الله عز وجل يلي ليبته في هذه السورة بالعصر عصر ليبته الذي هو الدهر يعني وقت ما وهو محل الحوادث من خير وشر يعني خير تك شر تك يا تد تك تني وقتك النية الدهر كك ينهي نمي عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان في خسر بنادن تبري تك يا مكاين كي خسارة الدتنية يلي ليبتمي فأقسم الله عز وجل يلي ليبته على أن الإنسان بنادن تبري كل الإنسان كل بنادن تبري في خسر خسارة الدتنية إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع تما أفر ويلمه ينهيا ننكه راعهم ميا بنادن تبرين كيه خسارة هدت ينيه إي توفر ويلو الإيمان نهرسيت إيمان الناي والعمل الصالح معنتاماي والتواصي بالحق حق الاتفريمه ينمي والتواصي بالصبر صبر الاتفريمه ينمي تما أفر ويلو جيتمه ينهيا مرك لهمري إنك خسارة هدت ينيه إي اللي سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم يلي كاه رحمة يمي جهاد النفس أربع مراتب
أفر مرتبات يكي يعني نفسي هي هديني نفسي معي تلقى حسانه هنيني إحداها إنك هايتو أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق مثلا حق تتبرسامة يعني دين الحق دين الحق كي مستهنه ينجي تتبرسامة لا يجيهده نيمي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به يعني تو نفسي أسلم ملي كادر في ستي ملي إلا تو دي حقه نهيا دين الدقاي كادو مستله نهيا جتا بريتها كويتكي تو نفسي مسلم ملي رفها ستي ملي مثبت لي الدنيا كي أخير الإنكي تهل تتي جيهد فردين تا إيا نهار ستو إمام ابن القيم رحمه الله تعالى الثانية لما هايته أن يجاهدها كادو تتيجي هديمي على العمل به بعد علمه ومس له نهي أن تبرتاي إسلام الدين بريتها تهتنه توعدي اللي تام التامة تيرجا كدير لي اللي تام التامة لا إسي نفسي تجاهدين فردنته اللي تام التان جبتان فردنته الثالثة سدح حيته أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه كادو دعوة أباما سنبسي دعوة أباما لجي هديمي وتعليمه برسامة وإسلام الدين كم عقيت برسامة ومن لا يعلمه أرجو أهنيه يمر برسامة لا إس يجي هدم فردينتا تهل ينجح اللم فردينتا ينجح اللم فردينتا يلا فانسيحان مال ينجح اللم فردينتا يي أو حق ديني كي حق جيتا أرجو أهنيه يمر برسامة لا ينجح اللم فردينتا إيه سدحايتو الرابعة فريهايته أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله كاد ينجح اللم فردنت أهو ليصبريم لينجح اللم أو دعوة أباه نهي وعدي أو دعوة أبا وعدي كات متره نهي جبدا بن لا يصبريم لينجح اللم وأذى الخلق أو جنو كاتبته تنهتا أذى ليصبريم لينجح اللم ويتحمل ذلك كله لله ته كاد يتحمليم دعتاما كله لله يلي ثبتي أرحكو يلي ديني حقه يعني في رسهني أرحك كادو معه نهي أن جت برسهني أرحكو يلا الدعاء جتك إخلاص دبك يلا إيه ينجح اللي فردينتا فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة ما فر مرتبة دودسك كي صار من الربانيين يلي مرايا يلا فن مسيح يعني يلي نمو يكي إيه فالله عز وجل يلي سبحانه وتعالى فيله نهي الربي أقسم في هذه السورة تسورة الديبته بالعصر عصر الديبته على أن كل إنسان بنادن تبري فهو في خيبة وخسر أسق خسارها الدتينم مهما كثر ماله فره جد مالكاك يكوي وولده كي دايل فره جد تكوي وعظم قدره كي وشرفه كي شرف كي أرحى فريه جدا يكوي درجة كسوك فريه جدا لنو يكوي إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة تما أفر ويلو يسكت ننتكه أكوي تكي بنادن تبري مالي فريه جدا كاك يكوي دايلو فريه جدا كاك تكوي قدري فريه جدا كاك يكوي خسارة هدت يعني يلي سبحانه وتعالى تما سورة كدل أحدها تو أفرويلكو إنك هايتي الإيمان إيمان كني ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى إيمان يشمل مية يلا الكورة يس هاي تهتني منك من اعتقاد صحيح معه ينهي أن اعتقاد هاي تامة يلا انكتوي عبادة دبكه تقودي يلا انتهي معه تنهتني اعتقاد وعلم النافع نفع عليه ينهي أن علم هاي ستامة بريتامة الثاني لما هيتي العمل الصالح معن تامي معن تام بتام وهو تو معن تاما كل قول كل مرحوي أو فعل أو تاميا يقرب إلى الله يلا فانكورا يستهتني كني معن تاما كل مرحوك كل تاميا يلا فانكورا يستهتني بأن يكون فاعله لله مخلصا يي أو أبتهتنه تن تاما أو إن تهتنه تن مرحو يلا حقلك أبتاناي يلا حقلسك انتاما ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا كاد يلي فرمويتك تيوه هاي ستة هايته انتاما انتكو تككي كاد يلي فرمويتك تيوه هاي ستة هايته أبتاما أبتكو تكك فلتاما تكي يي الثالث سيدح حيتي التواصي بالحق حق التفريمانه ينينمي وهو التواصي على فعل الخير
معن تام بانهني من مل التفري ما نهني نمي والحث عليه والترغيب فيه سنم ته اللبلب نهني نمي سنم ته الأيدكم سانهني نمي معاني أبانه معاني التفري ما نهني نمي فري ما نهني نمي لي التيدكم سان ما إيس دحايتي الرابع فري هايتي التواصي بالصبر كادو صبر التفري ما نهني نمي دعت لي التفري ما نهني نمي بأن يوسي بعضهم بعدا بالصبر بالي بالي كينكي صبر التفري ما على فعل أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يلي اللي سنم أمر سيه يلي فرمويتي اللي سنم أمر سيه يعني ملي يصبرينه يعني نمي وترك محارم الله تعالى كادو يلي حرام أبه ينيملي ينيمل يعني الدير الحكو التفري ما نهني ننكني وتحمل أقدار الله تعالى كادو يلي سبحانه وتعالى خير تك شر تك يا يلي يقدره ينيم يتحمليني دعتانه اللي يصبرينه ينينكني صبر التفري ما نهني نم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر حق الاتفري ماناه صبر الاتفري ماناه ننمي يتضمنان يضمنينه يسني قبتمنا ما يلمي الأمر بالمعروف معان الأمر ساناه والنهي عن المنكر وما نكوى سانم إدتني اللذين بهما قوام الأمة تمنا ممكنية أمة إدسول تددم معان الاتمرسينيه ومانك التواسن كاتككي أمتا إد سولت دده دق اللي انت دده ما تمنى ممكنية وصلاحها أمتك صلاح الدين انتهو ونصرها ما يسد تننتهو ما يتكاد أمتك ما يسد تنميتهو هي وحصول الشرف والفضيلة لها شرفك مدو إد تنمي أمتك معاني التمرسانه ومانك التواسانا كني إيه يلي سبحانه وتعالى يسو قرآنك أدل إيما كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يلي سورة العمرانك آية تكبول كتبنا لا يلي سبحانه وتعالى كنتم خير أمة خير أمة كنتون يلي سبحانه وتعالى أخرجت للناس تأمرون بالمعروف سنامه تبعيه تنيه تن أمتيا خيري أمتك إنكه أمتك خيره تنيه تن أمتك نتونوه إيا اللي سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف معان الأمر الساناه وتنهون عن المنكر وما نكوى الساناها وتؤمنون بالله يلا ليا من مرك كنتون من سبت لي أمتك إنك خيره تايسيه تنيه تن أمتك نتونوه إيا يلي سبحانه وتعالى إسي قرآنك أدلاي توكل تآياته أدلنيه أسحسين يلي سبحانه وتعالى زنم أمت معاني الأمر ساناه أمانك واساناهاي يلا ليامينيه نمي كردهت نهت مدو لينكين تآيات نهت أسحسيني يلي وبي ملتامته نه يمرا نيابي سنباي أي أساكد دار استمكتنا سيديه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يسد تنمتهم ما يتكاد أمتك ما يسد تنميته هي وحصول الشرف والفضيلة لها شرفك مدو إد تنمي أمتك معان التمرسانة ومانك التواسانا كني إيه يلي سبحانه وتعالى يسو قرآنك أدل إيما كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يلي سورة العمرانك آية تكبول كتبنا لا يلي سبحانه وتعالى كنتم خير أمة خير أمة كنتون يلي سبحانه وتعالى أخرجت للناس تأمرون بالمعروف سنامه تبعيه تنيه تن أمتيا خير أمتك إنكه أمتك خيره تنيه تن أمتك نتون يلي سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف معاني الأمر الساناه وتنهون عن المنكر وما نكوى الساناها وتؤمنون بالله يلا ليا من مرك كنتون من سبت لي أمتك إنك خير تايسيه تنيه تن أمتك نتون إي يلي سبحانه وتعالى إسي قرآنك أدلاي توكل تآياته أدلنيه أسحسين يلي سبحانه وتعالى زنم أمت معاني الأمر سانه
umaanek waasaanaa haay yalla leyaamininihinimi kaddahtanihtanmuddhulenkini ta ayatnihtas hassimiy yalli wobbeemiltaamitahinih yammara niabay sinabayay asaaki darsitamakketnaisedeehi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ayatnihtas hassimiy yalli wobbeemiltaamitahinih yammara niabay sinabayay asaaki darsitamakketnaisedeehi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.